أعلم. لكن اسمحوا لي أبدأ هذا الحوار وأرحب بالدكتور محمود الحصري. أهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا حميد، وبالمقدمه الجميله وبكل المتابعين برنامج حضرتك وكل الكاست اللي بيقوم على البرنامج. طبعا بوجه لهم كل الشكر والتقدير والتحيه. شكرا جزيلا، وانا سعيد بتشريف حضرتك لينا النهارده. وخليني ابدا من فكره ان مصر هبه النيل، وكيف انها هي هبه المصريين بالاساس. طيب، اولا انا برضو عايز اقول لحضرتك على حاجه. هي فعلا مصر هي صاحبه اعظم حضاره على وجه الكره الارضيه بلا منازع. ويمكن انت لو رحت اي مكان في العالم مفيش حد اسمه يعرفش مصر. انت عندك الاهرامات وعندك ابو الهول وعندك الاثارنا اللي يعني عايز اقول لك ايه، ثلاث ارباع اثار العالم موجوده في مصر، والربع الباقي في العالم كله. حط بقى في العالم كله بقيه الربع اللي باقي. لما جت بدات الحضاره، او مصر صدرت ايه للعالم، او العالم خد ايه من مصر؟ ويمكن اغلب الحاجات، والمصريين برعوا في ايه؟ المصريين القدماء برعوا في جميع مناحي الحياه. لو هتبدا زي ما حضرتك قلت، على الرغم ان هيرودوت قال ان مصر هبه النيل، ويمكن انت حضرتك وضحت الكلام ده، بس للاسف هيرودوت برضو كان عنده نزعه بيكتب على حسب يعني ايه، لان طبعا الفتره اللي جه فيها كانت الفتره اليونانيه البطلميه، فكان بيكتب على حسب ما هم يرتقوا ليه، يعني هم عايزين ايه فهو كان بيكتب. حتى ان هو اتهم الملك خوفو، ان قال ان الملك خوفو المصريين كانوا بيحبوا الاكل، برضو زي ما هو قال حاجات كويسه برضو قال حاجات مش موجوده فينا كمصريين بدون ذكرها يعني. لكن هتكلم على اول حاجه المصريين برعوا فيها وصدروها للعالم كله. انا عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي. انت تعرف ان نهر النيل اصلا كان سبب وبال على مصر؟ ليه؟ كويس ان حضرتك بتقول لي. ليه الناس في اعتقادها ان المصري القديم نزل عاش على ضفاف نهر النيل، بدا يزرع، بدا مش عارف ايه الكلام ده، كل الكلام ده ما كانش موجود. ليه؟ لان في العصر المطير الإنسان المصري القديم كان بيسكن فيما يسمى بالكهوف، وبيسكن في الأماكن البعيدة عن نهر النيل. ليه؟ لأن نهر النيل لما كان بيجي بالفيضان بتاعه كان بيغرق كل الأرض اللي حواليه، وكان استحالة يبقى فيه عيشة، لأن في فيضان مع هطول أمطار بدرجة كبيرة جدا. فكان بيحصل، أنت دلوقتي حضرتك لو في لما الشتاء نفسه في اسكندرية في الكام سنة اللي فاتوا، لما جت سيول جامدة جدا غرقت اسكندرية، فما بالك بقى سيول مع فيضان نهر النيل. فكانت طبيعة الأرض حوالين النهر غير ملائمة للمعيشة تماما. إيه اللي حصل؟ بدأنا نخش في عصور اسمها العصور الحجرية. العصور الحجرية طبعا في الفترة الزمنية اللي أنا بحكي لك عنها ديت، كان الإنسان بيعيش في بعض الناس، عشان برضو السادة المشاهدين يبقوا عارفين، احنا كل يوم بيبقى في ابديت للمعلومات اللي احنا سواء اللي احنا درسناها في علم الايجيبتولوجي في علم الاثار. كان كله بيقول لك، اغلبيه الكتب بتقول لك انه كله كان عايش على في الكهوف. لا، انا بقول لك لا، احنا كان عندنا ثلاث جماعات. الجماعه العظمى بتعيش في الكهوف، في بعض الناس بتعيش بالقرب من ضفاف نهر النيل، في بعض الجماعات التانية بتعيش في الصحراء. والدليل على كده عندنا اثار بترجع لعصور ما قبل الاسرات في الواحات البحريه. تمام، صحيح. ده مش الكلام ده مش انا اللي بقوله، ده الحفائر اللي بتقول الكلام ده. عشان كده بقول لك ان علم الاثار هو علم الاكتشافات الاثريه. انا كل يوم بيبقى عندي ابديت. طيب، ففي انا عندي ثلاث جماعات عايشه. اللي كان عايش في الكهوف هو كان عايش على الجمع والالتقاط، بيدور حاجه ياكلها، مش عارفه ايه، اللي يصطاد الحيوانات الكلام ده. ممكن احنا عندنا افلام الاجانب صوروا لنا افلام كتيره جدا بتمثل هذه، يمكن منهم فيلم 10000 قبل عام. ممكن الفيلم ده زي في الحضاره المصريه القديمه، بس احنا دي مش قصتنا. بس انا عايز اقول لك انه هو صور لك مصر شكلها ايه. طيب، ما بدا يحصل نوع من انواع الجفاف، وبدا نهر النيل يبدا يهدى، فبدا الجريان بتاعه يبقى مظبوط، بدأت المية تنحسر على ضفاف نهر النيل، بدأ يبقى فيه نوع من أنواع أن الإنسان بدأ، هو كان عايش بقى على الجمع والالتقاط والأمطار، استقرار بقى. بدأ في النهر لما استقر بدأ الإنسان ينزل على ضفاف نهر النيل. ليه؟ هو نزل على ضفاف نهر النيل لأن هو الأمطار قلت، فالنباتات بدأت تقل في الأماكن اللي هي الجبلية المرتفعة، فبدأ ينزل على ضفاف نهر النيل فتعلم الزراعة. وما تعلم الزراعة بدأ يكون مجتمعات عمرانية، بمعنى ان هو راجل بيقعد جنب شخص، بيقعد جنب شخص، بيكون أسرة، بيتعلم مهنة الزراعة،
اتعلم تربيه الحيوانات، لانه طبعا ما كانش فيه، كانت حيوانات بريه، كانت حيوانات بريه، فبدا يبدا يحطها داخل اسوار، فبدا يستانسها، فبدا يكون حضاره. وبدا برضو هتبص تلاقي نهر النيل برضو زي ما كان فيه حاجات هو بيستفيد منها، كان فيه حاجات ضاره زي التماسيح بتاعت نهر النيل، وصورها على جدران المعابد، وكان بيقدس المعبود سوبك، لانه كان التمساح ده رمز من رموز اللي هو بيفترس الانسان. وكان فيه برضو فرس النهر، وكان فيه اسماك، وكان النهر بيديله كل ما هو بيحتاجه الانسان. وكان وصنعوا المراكب، وكان بيسافر بالمراكب ما بين الشمال والجنوب، وتعلم صيد الاسماك، وعرفوا التجاره. شايفين ده النهر النيل برضو سهل لهم ان هم يبقى فيه تبادلات تجاريه ما بين الشمال والجنوب. وبدا يزرع، وبدا يكون مجتمعات عمرانيه، الشخص مع الشخص يكون القريه، القريه تلتحم بالقريه تكون مدينه، بعد كده بقى عندنا كذا مدينه لحد ما بقى عندنا مصر العليا ومصر السفلى. فانت عندك ان انت بتتكلم في كيان مجتمعي كبير. مصر عرفت اول نظام عمراني في على وجه الارض، كونوا عرفوا يعني ايه مدينه، اول مجتمع. طبعا ايوه، اول مجتمع حضرتك، وعرفوا الاسره، والاسره متكونه من الاب والام والابناء. عندنا في المنازل بتاعه المصريين القدماء اللي كانوا عايشين فيها حضرتك، فكرت بحاجه يمكن الساده المشاهدين الناس الكبيره تفهمها. الناس اللي هم عندهم اراضي بيبقى عندهم بيت، وبيبقى عندهم عند الارض بيبقوا عاملين زي نظام ايه، بيت صيفي كده او خص. الخص المصري القديم كان عنده البيت اللي هو بيعيش فيه او بيسكن فيه، وكان عنده على راس الارض بتاعته الخص بتاعه اللي هو بيسكن فيه او بيقعد فيه. في فلاحين بيسموه مروحه. احنا عندنا بنقول عليه الخص، اللي هو الايه، المكان اللي مصنوع سواء من على راس الغيط على راس الارض بتاعته، عشان الناس اللي يتغدى يجيله الغدا يقعد ياكل فيه كذا. والستات كانت برضو المراه المصريه كانت بتساعد زوجها ان هو تاخده ويروح وتاخد له الاكل برضو. نفسي على فكره لو انت جيت بصيت للبيئه المصريه اللي هي متمثله بقى طبعا في الفلاحين والكلام، هتلاقي نفس النمط اللي بيحصل. المصطبه نفسها اللي انت تروح مثلا عند في الصعيد دلوقتي تلاقي حاجه اسمها المصطبه، المصطبه دي كانت موجوده في مصر القديم، شكل البيوت والنمط بتاعها. البيت في مصر القديمه او المنزل ما كانش بيزيد عن دورين اتنين، وكان يبقى في مطبخ وفي حجره معموله لتخزين الطعام، كان يعني مش عايز اقول لك علم اتصدر للعالم كله، وان في حجره للشتاء وفي حجره للصيف تقعد فيها تلاقي الجو 100 في الصيف، في الشتاء تلاقيها فيها تدفئه. الطوب اللبن نفسه اللي هو جابه من نهر النيل اللي بنى بيه المنازل بتاعته. فانت لو جيت حضرتك بصيت للزراعة هتلاقي ان الزراعة